اوكي يا جماعه، بابا وماما وليد ونور اخذوا بابا وماما عشان يقنعوهم انه احنا هم شو بدهم نور وليد بترجونا ان نروح نقضي معهم شهر العسل. احنا شو حكينا؟ ما بنحب عشان خصوصيتهم احنا ما بنرضى، بس اتفقنا اخر شيء الحمد لله، اتفقنا احنا اتفاق يعني انه كيف يكون مع بعض. وبعد ما اتفقنا الحمد لله قررنا انه احنا نروح صبنجة وهم طرابزون. اوكي، كل واحد لحال اخر شيء. يعني بس اتفقنا يعني. طب يا وليد يعني ترجونا كمان شوي بلكي رضينا نجي معكم. ماما ايش رايك انت؟ لا هم عسال لحالهم، ما حدا اقترح. انت قلبت كثير. شو رايك حاج؟ انا ما اللي بتذكره، انا هيك بتذكر صراحه وليد. ترجونا كثير عصوم ريح لي حالك. اوكي شكرا. شهر عسل ما لك الا بس تجوز. احنا اصلا عايشين بالعسل. صحيح صح ولا صحيح؟ ومعي العسل كله. العسل كله. اهلا وسهلا. غير تعلم من ابوك. عرف كيف؟ يا صباح الاونلاين. يا صباح الاونلاين الحمد لله. مو عندك دروس انت؟ معنا. ليش؟ حصة واحدة. شو بس حصة واحدة؟ شو اللي دروس هاي؟ أي مدرسة هاي؟ امبارح كانوا 3 حصص، اليوم حصة واحدة. تعرف ليه؟ هو الأستاذ بدي أطلعكم مدرسكم وحطكم مدرسة بتاخذ 7 حصص باليوم. اسكت. ايش في؟ مرحبا أنا جيت. أنا منورة صح؟ نورت. شوف ضو فجأة. لا هات الطاقية. لا. شو صباح الخير. فلانك مش حلو الموديل هذا عليك. إلى وين؟ صبنجة. صبنجة. صباح الخير. صباح الخير. صباح صبنجة. صباح الصنبور. صباح بابا. صح حلو هذا الموديل علي؟ لا. حلو. القوم حلو. حكاك حلو. كل واحد بقناعاته. اوكي اخوان بعرفكم على ارتب شنطة ممكن تشوفوها بحياتكم. في عندك هون ملابس، وتحت الملابس شو في؟ لابتوب. عشان امنتج لكم وانا بالسفر ما بنساكم. انا I will not forget you ever never. يعني العيلة كلها صارت بالسيارة، أنت شو بتعمل؟ بتخرب. تعال يلا روح باي. يلا افتح الباب. يلا افتح. أيوه يلا. ها يلا روح. مع السلامة. يلا الله معك. يلا باي سنود. باي. أوكي يلا باي. يلا باي سنود. بس السلام عليكم. طبعا يا اخوان مسؤول باور بانكات تعرف على طول. عصومي 1 2 3 4. انا ما تاخذ سكوترك، مش مكان تلعب هناك. شكرا عصوم. هذا مين؟ سنوت ميم. السلام عليكم. سلم عصومي. لا هيك سلم، هيك زي البني ادمين. زي البني ادمين. حجي ايش حج؟ شو معلم وين؟ خلص خلصت لكم هيك كانه مسافرين سفرين. ما شاء الله. ساعتين كلها صبنجة. مسافرين وين؟ مسافرين مبدئيا هذا حج مسافرين على الاردن هيك. اوكي بس البيتزا لشو هاي؟ في الطريق ركبها. اوكي يلا عجبتنا. يلا روح. ايوه حجي ورح ورا حد. هذا الشاب وين معك؟ هذا مساعد سائق راح يتخالف اول ما يشوفونا. 1 2 10. اوكي اخوان هلا سنود راح يحكي لنا دعاء السفر ان شاء الله. دعاء السفر. يلا قول. يلا ادعي. اوكي شكرا سنود. جنى تفضلي احكي لنا دعاء السفر. اوكي اخوان هلا سنود راح يحكي لنا دعاء السفر ان شاء الله. دعاء السفر. يلا قول. يلا ادعي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نكمل هون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
شكرا لكم. في الطريق الى صبان جاي اخوان انا وبابا وجاء طبعا في المقدمة عشان احنا المساعدين الشوفير. نعم. وفي القسم الخلفي عندنا الاطافيل اللي هناك. اول طفل اياد عندنا هنا، بعدين سند، بعدين الطفل الثالث جنى، ماما ام الاطفال. وشكرا لكم. بس والله كيف الساعة قوية. ايش تبي يا حبيبي؟ ايش تبي؟ شو بدك لو سمحت؟ شو بدك؟ حبيبي اطلع وانبسطوا، احنا اصلا مبسوطين لحالنا وما بدنا اياكم. لا تكذب، مكان لا تقول عليه مكانك خالي، مكانك خالي يا خالي. ولا خالي ولا عمي. طيب ممتاز. كم يوم عادي راح اشوفك يعني هون ولا بالكويت؟ لا لا بشوفكم هون قبل ما اسافر بيوم. يا اخوان شايفين هاي الجامعه؟ هاي الجامعه انا درست فيها، درست فيها فصل واحد، جامعة ابن خلدون. هايها جامعة كتير حلوة بس كتير صعبة. اوكي اخوان، اول ضحية لسه اول شباب مش اخوك لسه باقي صحة باقي ساعة ونص للساعة، الشاب من اولها استسلم. شو الوضع اياد؟ اخوان جات صاحب من السبعة الصبح منها المدارس يا اخوان. طبعا أونلاين. الله، هذا شو اسمه جسر هذا؟ جسر يعني هو بيشبه جسر بسفور. والله ممكن يطلع جسر بسفور لكن ما بعرف. هذا جسر معلق حج. هو جسر معلق على شمالنا ويميننا في بحر. يا سلام. طول صح؟ على يميننا البحر، على يسارنا البحر. البحر شو ما حد يسألني. هذا البحر الغالب البحر المتوسط. تركيا الحبيبة يرفرف. في سمائها الزرقاء. هذا جسر الفاتح. هذا اذا يا اخواننا. اوكي اخوان طلعت معلومه غلط، احنا في جسر الفاتح هلا. مش جسر البوسفور، اسفين. لا تعمل لايك يا سبسكرايب. لا تركب صوت الجيم على الصبح. هذا جسر الفاتح يا اخوان. هذا جسر الفاتح. هو الجميل وعلى يمين وشمال البحر. هون اشجار الفاتح. لا لا ما اعرف شو. اي نعم. مبسوطين ماما؟ لا جدا. مبسوطة؟ لا انا جنى؟ انا معلومة بابا الجديدة. انا مبسوط كثير. يلا يا اونلاين. وصلنا اول استراحه بعد ساعه ونص. استراحه السنود السميل. صباح صباح الخير. بده ينزل. يلا تعال بس. هيدا سنود صار بقاله. سنود بس بس اختار. تفضل بدك بسكوت؟ بدك تفضل. ما بدك؟ اوكي. بدك شوكولاته؟ عشان الشمس هيك. تمام شوكولاته؟ ما في شوكولاتة. بدك هاي؟ بس هاي مو زاكي، انا ما بحبها. هاي شو رايك؟ لا مش كثير قوية. بدك هاد؟ لا بدك. طيب ما بدك شوكولاتة انت صح؟ يلا بدك شوكولاتة هاي. ماما بتطلبي بالسيارة. ماما بتطلبي بالسيارة؟ يلا اوكي اوكي. سنود بلش ياكلها من فوق الورقة. اول كار زاكية؟ دو 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 زاكية؟ نعمل ميكس قاعد. ايش معلم؟ فهم الموضوع غلط. اخذت لي موكا. ايه؟ موكا اخذت. شو موكا؟ كم عمرك حبيبي؟ كم عمرك؟ موكا مش كافي. كم عمرك؟ كم عمرك؟ كيفي. ما شاء الله ما شاء الله.
مبسوطة جنى تحضري أفلام صف أول؟ أهلا وسهلا ماما. أهلا والله. صحتين حبيبي. شوف 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 هي ما شاء الله. شوف المنظر يا خان ما شاء الله. هاي ما شاء الله. وصلنا صبج. هاي يا إخوان إيش حج؟ الآن على مشارف صبنجة. صبنجة. إخوان ما شاء الله. كمية اللون الأخضر اللي هون يعني بجنن ما شاء الله. بس هل مش معاهم أخضر ما ببين. أخضر بالتركي شو معناته؟ يشل. يشل. يشل صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا سلام يا سلام. وهاي يا إخوان هاي شجر الفلافل هنا. هذا شجر ايش حق هذا؟ هذا شاورما. شجر الشاورما. ايوه واضح انه جعانين جابان الفلف شاورما. اوكي يا حج وصلنا واخيرا. الله يسلمك. ايش حجه؟ هون هذا البيت اللي او الفيل او البرف اللي هو المكان اللي استاجرناه. متحمس زياده. بسم الله. لا لا اسمع عشان نسوي جو. انت افتح لي الباب افتح لي الباب اوكي؟ يلا والله واحد اثنين ثلاث. افتح افتح تفضل ايش بدك؟ جاي نشوف جاي نشوف المكان. بيتي 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 بيتي. اوبا اوبا هي ما شاء الله. هذا الصالون. بسم الله واحد اثنين ثلاث. شوف 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 هي ما شاء الله. لا لا هدي اعصابك هدي اعصابك كابتن. شوفوا يا اخوان هذا المسبح البرايفت خاص طبعا. ايش؟ اوكي عشان ما يهربوا ها؟ وبتيجي طبعا هون بتعمل هيك. اوبا هلا 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 شوف شوف شوف. باي 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 باي. هذا يا اخوان المكان اللي احنا اخذناه شوفوا كثير حلو. هي سنود زميل بوبو زميل. تفضل 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 صديقي. يلا نروح المسبح يلا نروح شور شور. سكرته ايش صاحبي؟ صاحبي سنود لك شوار؟ يا روح الشوار يلا تعال سنود يلا يا روح نط نروح حاج ترى ضل بدي نط على المسبح. واو هاي مي واو سنود مر بدي يقفز. ايش؟ بدك مسبح سنود؟ طبعا يا اخوان في غرفة هون بالبيت وبعدين بتي هلا ماما في ماما هون بتيجي بتطلع على الدرج هيك شوف 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 الله بصير نعيش هون؟ اه وبتوصل هون يا سلام يا سلام هاي طبعا غرفة رقم واحد شوف الله وغرفة رقم اثنين الله 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 وغرفة رقم ثلاث طبعا غير اللي تحت اشي صراحة صراحة اميزنج طبعا في هون كمان شوفوا تفتح هيك هوبا في هون بلكونة خفيفة صغيرة وهي المسبح طبعا تحت هاي الحديقة هون صراحة خرافي اوكي اخوان احنا طبعا المكان اللي ساكنين فيه هناك واجينا على مطعم يمني يمني موجود في نفس المنطقة اللي احنا فيها نفس يعني بنفس المجمع صحيح صحيح اليمني يجي بيقول مثلا اجلس اجلس يعني اجلس يعني اقعد اجلس ما اظن هاي بلا بلا اجلس اجلس مو العمان لا اليمنيين العمانيين اظن صح اجلس عمان اه جميله لهجتهم جميل والله اليمنيين لهجتهم فيها رقه جميله فحاليا احنا هنا اياد اكثر واحد مبسوط بالعدة جاي مارس هواياته الفنيه اياد شكل اياد جاي غصب عنك إذا في حد مهدي دك اغمز بعد شي غمز اهلا وسهلا معنا طيب طبعا عمنا ابو زاهر عمنا ابو زاهر اكرمنا بهذا التين والفراوله هذه yes. من نفس المزرعه هنا لا مش من المزرعه من السوق ما شاء الله اكرمكم الله يا سلام هيك وصلنا على الغداء وصل الغداء الله معنا ابو زاهر عزمنا على الغداء الله يكرمه يا رب لا 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 ما في داعي زياده زياده هذا وزياده هذا هذا طبعا مندي وكبسه مع بعض يعني نوعين من الارز تفضلوا تفضلوا
شلون تجربه؟ والله ابو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا مندي وكبسه. لا انا بس من هون من هذا المطعم من المطعم اليمني الاصيل صراحه رهيب. حامل هذا في مجمع، هذا مجمع الريان صحيح. صراحه شيء مرتب والله رهيبين. يعني حتى لو يعني سواء جيتوا على المجمع نفسه هذا اخذتوا فيلا من هون او جيتوا على المطعم بس صراحه صراحه يفوتكم. والله يفوتكم. وطبعا يا اخوان في شوف في حديقه هون خرافيه، وفي مسبح هناك. هذول يعني هذول بابليك يعني عام للكل، يعني اي حدا هون اللي هم مستاجرين او شيء بيجي هون. شوف يا اخوان ما شاء الله شيء كثير رهيب. سنود بعد الغداء عم ياكل تين صحتين. اعطيني اعطيني هم 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 ايه بطل شكرا. اوكي يا جماعه رجعنا على المكان اللي احنا ساكنين فيه، هاي الفيلا الجميله. بدينا صارت ليل طبعا، ان شاء الله بكره راح نروح فعاليه جدا خرافيه، راح نروح نعمل فعاليه شيء كثير رهيب كلياتنا، ولكن حتكون بلوج لحاله فتابعوا عشان ما يفوتكم. ان شاء الله كثير حلو حيكون، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا البلوج. بس بدايه الرحله اللي شفتوها ان شاء الله اللي جاي حيكون شيء خرافي. طبعا احنا هون في فيلا الريان، صراحه اكرمونا ضيافه جدا رهيبه، تعامل جدا خرافي. هيك بكون وصلنا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تعمل لايك شير سبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا وقت وصل اسمعي رابط تحت في الديسكربشن. وبشوفكم في حلقات ثانيه، ومع السلامه.